إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر خليل في تجمع عشائري كبير في الضلوعية إن المرحلة التي نمر بها تحتاج لتكاتف وتمسك الجميع، معلنا أن أخوة الجبور في الضلوعية والحجاج قوية، وتم غلق باب الخلاف الطارئ إلى النهاية، لأن الخصام ليس من أولوية المؤمنين بالاستقرار في صلاح الدين. واستذكر النائب الدكتور قتيبة الجبوري مواقف أهالي الضلوعية وخلط الإبداع المتجدد فيها بمختلف المراحل والتحديات لتشكل عنوانا متميزا في الكرم والشجاعة التي رسمتها ملحمة ذات السواتر التي قضت على تهديد إرهاب داعش وحققت استقرار العراق، مجددا إيمانه بأن مشروع الإصلاح الذي يقوده المحافظ يهدف لخدمة المواطنين بصدق وأمانة. وبارك الشيوخ والوجهاء من مختلف العشائر قدرة محافظ صلاح الدين على تجاوز سلبيات البعض لاستكمال مراحل الإعمار وتخصيص المال العام لخدمة المواطنين.